السلام عليكم. في الدرس ده هنتكلم ازاي نبدأ مشروع جديد وايه الخطوات اللازمة ان انا ابدأ عمل جديد في برنامج ادوب الستريتور. علشان ابدأ عمل جديد فهروح على قائمة فايل واختار نيو، وهنا في خانة النيم هنكتب الاسم بتاع الملف. البروفايل في عندي الكاستم ان انا اختيار يدوي، او هختار برنت طباعة ويب، هعرض العمل على صفحات الانترنت. ديفايس لو انا عايز اعرض العمل على موبايل او اي اجهزة تانية. فيديو اند فيلم للافلام وملفات الفيديو او بيزك ار جي بي. لو انا هشتغل على ملف طباعة فانا اختار ويب، لو انا هشتغل على ملف لعرض الصور على الانترنت فاختار، لو انا هشتغل طباعة هختار برنت، لو انا هشتغل ملف لعرض على الانترنت فهختار ويب. وهنا number of artboard انا عايز اعمل كام artboard عندي. في بعض الاحيان في برنامج الادوبي الستريتور بحتاج ان انا اعمل اكتر من artboard. انا عندي الافتراضي 1، ممكن ازود 2 أو 3 زي ما انا عايز. هنا بقول لي محاذاة الartboard من اليمين للشمال، او من هنا من اليمين من فوق لتحت وبعدين من اليمين للشمال، او 2 artboard من اليمين للشمال او من فوق لتحت. وهنا بقول لك المسافة بين الartboard عايزها كام سنتي او كام مليمتر حسب وحدة القياس اللي عندي، والكولم او الاعمدة عايزها كام عمود بين الartboard. وهنا السايز بتاع العمل، بما ان اخترنا برنت فانا بيطلع لي مقاسات الافتراضيه للورق المستخدم في البرنت سواء ليتر او ليجل او A4 A3، المقاسات الافتراضيه بتاعت التصميم. هنا وحده القياس بالمليمتر نقدر نغيرها للوحده اللي احنا عايزينها، بوينت انش سنتيمتر او بيكسلز. وهنا طبعا احنا لو اخترنا من القياسات ديت فبيدينا القياسات الافتراضية بتاعت التصميم، ولكن انا لو عايز اغير في القياسات بغيرها بالرقم اللي انا عايزه. orientation العمل عايزه vertical او horizontal يعني عمل رأسي او افقي. والبليد دي المساحة الامنة اللي احنا بنسيبها في التصميم علشان القص في الأوراق، لما نعمل مثلا كارت شخصي بنسيب فيه مساحة وليكن 1 مل من كل الجهات، بحيث لما يجي يقص ما يقصش من التصميم. طبعا عندي خيار Advanced بيبقى مفعول زي كده، بيديني مختصر للألوان بتاعتي CMYK والResolution 300. لو ضغطت هنا بقدر أتحكم في الألوان بتاعتي CMYK لو أنا مختار طباعة، والRaster Effect 300 PPI ده أعلى درجة، وبريفيو مود اللي هو الديفولت فبقدر أختار بيكسل أو برنت. لو أنا اخترت ويب فهلاقي القياسات اتغيرت عندي، وبقى عندي الكالر مود RGB، والسكرين بقت عندي 72 PPI. طبعا الويب بيحتاج 72، لو أنا عايز أعلى بقدر أخليها 150 أو 300 PPI. وعندي بيحط لي القياسات الستاندر اللي موجودة، فأنا بقدر أحط القياسات بتاعتي اللي أنا عايزها من هنا، وليكن حطينا 2000 × 1800. وطبعا زي ما قلنا عدد الartboard 3، لو أنا عايزهم تحت بعض فأنا بضغط هنا كده، وادي مساحة السبيسنج اللي بين الartboard وليكن 20 بكسل. نقدر نقللهم نخليهم 11 بكسل. وهنا طبعا احنا مختارين كوستم بروفايل لان احنا حطينا الاعدادات يدوية. طبعا احنا كده عملنا RGB بقياسات احنا مختارينها، والorientation سواء vertical او horizontal او افقي او رأسي، فبنضغط اوكي بنلاقي العمل عندي اتحط بالطريقة ديت. الدوكومنت 3 والسبيسنج بينها زي ما احنا قلنا 19 بكسل او 20 بكسل. لو انا عايز ارجع اظبط في الاعدادات اللي هنا ديت فبروح على
بروح على Object واختار Artboard Ring، واقدر بقى اتحكم في الArtboard لو انا عايز اغير الاتجاهات بتاعتها، فهضغط كده كده غيرت اتجاهات الArtboard. لو انا عايز ازود المساحة السبيسنج بين الارت بورد وبعضه اللي هي المساحة ديت، فانا بحط المساحة اللي انا عايزها فبتبدأ بتزيد بالطريقة ديت. ولو انا عايز ازود الكول فبضغط بالطريقة ديت، عمل لي 3 كول، بقدر اخليهم 2 او 1 كول بحيث يبقى بالطول او بالعرض. بالطريقة ديت بدأت أعمل عمل جديد. انتظرونا في الدروس الجاية، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.